أول مرشح للانضمام إلى جيش الحوثي هو ما يمكن أن نسميه القاعدة. والحوثيين يطلقوا لمن كانوا مسجونين في 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 سجون النظام السابق في صنعاء، اطلقوهم وضموهم على وحداتهم، مثل ما ضموا الأطفال إلى جيشهم، فهم يضموا أي حد. الأحداث تفصح عن هذا، ما تم إلقاء من تم مسكهم وأسرهم مع الجيش الوطني أو قتلهم في العمليات، وجدوا الكثير من تنظيم القاعدة يقاتلوا مع الحوثي. إذا أردنا أن نأخذ علاقة القاعدة مع تنظيم الحوثي، نعود إلى الخلف سنين ونشوف ما الذي حصل عندما أشيع عن وجود تنظيم القاعدة، سواء بعد أحداث 11 سبتمبر. والغاية من هذه المجاميع الإرهابية هو اجتياح مناطق مثل العراق وسوريا واليمن، والقضاء على الجانب السني في كل البلدان العربية الإسلامية. وإذا كانت البداية أصلاً بعلاقة الحوثيين مع القاعدة هي نفس العلاقة التي انشأت في إيران، الحوثيين ما هم إلا ذراع من أذرع إيران في اليمن، أو مثل ما كانت الأذرع التشيع في العراق وسوريا. فتحت يعني دعاية الدواعش، احنا ليس لنا لسنا قريبين من هذه التسمية، لا من قريب ولا من بعيد. وفوق هذا يوصموا اليمنيين المناوئين للتشيع المفرط انهم دواعش. لماذا؟ حتى يقوموا بالانقضاض عليهم بحجة ان هؤلاء دواعش.